فكرة المسدس اللي كان بيتكلم عليه عمار ده اللي عليه بصماتك. وانت كنت فاكرني ليه بتساحك؟ ولسه ناوي تروح يا شيخ محمد؟ بل لازم نقف جنب الراجل، مش كفايه احنا ظلمناه؟ انت رايق قوي. شاكر بيه؟ شاكر بيه؟ شاكر بيه؟ ايه انا ورا يا بنت؟ في ايه؟ اهل البلد كلهم جايين على هنا مع همام. اهلا وسهلا. ييجوا اهلا وسهلا. ايه؟ عايزين حاجه مني؟ بيتهموك ان انت اللي ورقت لحسنين همام، وبعت عطيه غراب علشان يسرق المسدس من دار صباح، وانك سبب في انه كان هيقتلها. حسنين همام وغراب وصباح؟ مين اللي بيطلع عليا الاشاعات دي؟ عطيه غراب بنفسه هو اللي اعترف. انا عارفه ومتاكده ان حضرتك مالكش يد في حاجه زي دي، بس اهل البلد كلهم منفعلين بسبب اللي حصل لصباح، وبيصدقوا اي حاجه تتقال. وهم اهل البلد كانوا عملوا لنا ايه لما اتخطفنا انا وانتي من جوه القصر هنا؟ ولا دي كمان هيرموها على عمك شاكر؟ والله يا طنط انا مش عارفه هم ازاي بيفكروا بالشكل ده. المهم ان هم جايين دلوقتي على هنا. شاكر، ابعت الحرس والخدامين اي حد يقرب من القصر ينضرب بالنار. لا، ما عملناش حاجه غلط عشان نخاف منها. انا اخرج لهم. استنى يا عمي، ما تخرجش. يا اهل البلد، لحد هنا، مش هندخل على الراجل كلنا كده. رجعهم يا شيخ محمد. عضو اهل البلد، عضو. احنا لحد هنا وهننتظر اللي هيحصل لحد مكبرات البلد يدونا الاشاره كده والاذن. هممنا يا كابر نشوف شاكر وعمايله. نوارة؟ ايوه، نوارة. نوارة اللي ما بترضاش بالظلم. مش فورة حماس وانفعال هتخليكوا تغموا عينيكوا عن الحقيقة. حماس ايه يا بنتي؟ احنا جايين نستفسر من شاكر بيه عن الحكاية كلها، يعني عايزين استفسار وبس. ما ينفعش يا عم الحاج يوسف، مجرد الاستفسار ده اتهام، زي ما اتهمنا همام من شوية والكل ظلمه. ده يا بنت محمود. الله، هو انت ايه حكايتك معنا بالظبط؟ كل ساعة والتانية تطلعي لنا، تعمل لنا حزمة. نوارة عندها حق، مش كل شوية نرمي التهم على الناس من غير بينة. بينة ايه بس يا عم حسنين؟ ما هي البينة واضحة كده. بينة ايه اكتر من اللي قالها عطية غراب؟ يعني انت عاوز نظلم الراجل ده الشهم الجدع اخوك؟ عطية غراب مش اهل للشهادة عشان نسمعه ونصدقه. همام، عايز تتأكد وتستفسر مش دلوقتي. روح الناس دي كلها الاول، وتعالى بكرة لشاكر بيه واتكلم معاه واستفهم براحتك، لكن بالشكل ده هتقلبها حريقة. نوارة عندها حق، لو رحتوا كده هتبقى كارثة ومش هنعرف نلم. معاهم حق يا همام يا ابني، ما فيهاش حاجة لما نصبر لغاية الصبح ونقعد معاه ونتكلم وحدنا بالهداوة. وأنا معك يا همام. خلاص، وماله؟ على قولك يا نوارة، نستنى للصبح. سي همام، والله انتوا نافعين طول ما هم مش جاكوا مرة. والنبي، احنا اساسا كنا جايين لك عشان تشوف لنا حل في حكايه سرقه بهايمي ومحصول الحاج يوسف. ده وقته ده. ايوه وقته. انا بصراحه صبرت كتير، وبعدين البهايم دي هي اللي طلعت بيها من الدنيا. شوف لنا حل في الموضوع دوت. مش وقته يا فتح. كيف يا شيخ محمد؟ خلي الناس تروح بيتها. حاضر يا همام. اهل البلد، قوم وقفوا. قيام ده وقته. اسمعوا، احنا عاوزين نتروى شوية، مش عاوزين نظلم حد، عاوزين نسمع الكلام اللي قالته قبل نوارة. ها؟ يلا تفضلوا، روحوا. يلا روحوا طلوا. يلا مع السلامة. حلو كده السهمام. ايه يا عطية؟ ايه يا عكاشة؟ يعني هي دي اخرتها؟ اخرتها ليك انت، بس مش اخرتها ليا انا. انا ما عملتش حاجه تجازيني. قتلت الكبير يا حبيبي، وديك اتعكشت يا عكاشه. انا ما قتلتش حد، وبكره الحياه تبان. دخلتك عليا كانت دخلت شوم. ده انا كنت خلاص هروح لسي همام انا والرجاله ونستسمحه، تقوم انت تجيني بمشوار شاكر بيه ده وتخرب الدنيا. يعني انا كنت ضربتك على ايدك وخليتك تروح عند شاكر ولا تعطينه مصلحه؟ ايوه، طول عمرك كده يا عكاشه.
تعمل البلوى من دول وترمي اللوم على غيرك، وانت طول عمرك كلب سيدك وعمرك ما هتترقى. لك مني وافي وما خدش تقول عليا كلب. كلب سيدي كلب سيدي، مش احسن ما اخون اللي مأمني؟ وخدت ايه يا اخويا من الوافة؟ ما انت مرمي في سجن عليه اسبوع مستني اي حد ياخد روحك في اي لحظة. نام يا اخويا نام نام لغاية ما عزرائيلي طب وياخد روحك. نام. ما جبتهاش معك ليه؟ كانت قعدت معانا هنا لحد ما تشفى. الدكتور رؤوف قال لازم تبات الليله دي في الوحده، على الاقل هتبقى تحت رعايه طبيه. ربنا يقومها بالسلامه، غلبانه. صباح دي تطلع من نقره تقع في دحديره. ربنا يصبرها على ما بلاها. البت دي هي وامها عمرهم ما شافوا يوم حلو. كانت امها تدور تشحت على البيوت عشان يدوب تقدر ترضعها. معلش. تسلم. امسك امسك يا همام. ايه ده الفارغ بتاع الرصاصه اللي اتقتل بيها جدك؟ انا لقيتها مكان ما اتقتل وتحفظت عليها معايا من ساعتها. لجنة ما تبرأ مظلوم، على الله يكون ليها فايدة انها تبين حقيقة. هيكون لها فايدة يا صباح، هيكون لها إن شاء الله. المهم دلوقتي شيلي من بالك كل حاجة وهدي أعصابك وريحي عشان الجرح يلم. كفاية الفزعة اللي اتفزعتيها. ولا الفزعة اللي انت اتفزعتها. سلامتك. وانت بجد خفت عليا يا عم؟ بجد انا اترعبت، مش بس خفت عليك، انا مش قادر اتخيل الحياه من غيرك من بعد. وهو اللي قال عليها. وانت تصدقي الكلام ده برضه على عمك عكاشه؟ اها. هو انت مش كنت واقفه ساعة الرئيس حسنين ما تقتل؟ طب انت مش كنت هناك وشفتي بنفسك؟ طب بذمتك انت شفتي عمك عكاشة وهو بيقتل الرئيس حسنين؟ ها؟ طب ما انا قلتلك قبل كده انا ما شفتش اللي قتل. شفتي بقى؟ اديكي ما شفتيش. امال ايه اللي عمار ده بيقوله؟ يا بيت تلاقيه عايز ياخد بنطة عند سيده همام. أصل همام ده طيب أوي أوي أوي، قلبه زي البافتة. ده ابني أنا اللي مربياه وبيصدق أي حاجة تتقال. اسأليني عليه، ابني والله ابني. تلاقي عمار ده هو اللي قتل الرئيس حسنين وعاوز يلبسها لعمك عكاشة والعطية لأهبل. شفتيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي، اهو ابني حبيبي حبيبي. مين؟ ام عباطي؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. ازيك يا صباح؟ تسلم يا سمام وتعيش. اتفضل. الحمد لله الحمد لله. انا كنت معدي جنب الوحده قلت ادخل اشوف صباح اسلم عليها. صدق يا ضنايا انا مهدلي بال لما جيت اطمنت عليها وشفتها. اطمنتي؟ هروح انام بقى. تمام، هاجي اوصلك. تعالي. ابني حبيبي، مش بقولك ضنايا حبيبي يا اختي. انت فين؟ تعالي. سلام. سلامتك يا صباح. تسلم وتعيش يا سهمام. فوتك بعافيه. الله يعافيك يا خاله. سلامتك سلامتك يا صباح. الله يسلمك يا سهمام. تعال. عارف يا همام ان عمك عكاشة كان دراع جدك اليمين قبل حتى ما يبقى فيه جاد؟ ياه، لا ما كنتش اعرف. والله كانوا زي الاخوات الشقق واكتر كمان. يو، فضلوا كده زمن
واكلين شاربين سرقين قتلين مع بعض، عشرة طويلة وتاريخ طويل. والعشرة هانت والتاريخ اتباع. لا يا همام، مش عمك عكاشة اللي قتل، لا ده هو اللي ربنا عوضني بيه عن نور عينيا اللي راح. وانت عارف نور عينيا راحوا في ده مين. الظاهر ما بلغكيش جابر عمل ايه. اخوك مصرني البطن بتتعارك. ده جوز عقلي قدام الناس ومسك فيا وقعد يقول لي الا صباح. ما انت عارف جابر طول عمره. يلا مش عالي. مش المسدس ده يا عمار. مش هو اللي قتل. أنا مش عارف. مش عارف أنت هتفضل مشغول بالحكاية دي كده ليه؟ ما تسيبني وأنا أخلص لك عليهم هما الاتنين. سيدو. تفتكر ما يقتلش سيدو؟ ها؟ جايز. كل شيء جايز برضك. فاكر المسدس ده يا عمار؟ ده المسدس اللي جد اداهولي عشان توديه لشاكر. فاكره؟ طبعا فاكره. ده أثر. وهو كان عايز يقتله بسلاحه. ده فاجر. توديت له المسدس ساعتها؟ طبعا فتوى. الفاكرني مش عارفة انه كان معها جوه بيستعماني ابن عظيمة. وهو كان معها ليه جوه يا جد؟ كانوا بيرغوا. بيرغوا في ايه؟ ما تبينتش. ميزت صوته من ورا الباب بس ما تبينتش حديته. انت لسه رايدة يا ولا؟ ايوه. ومش رايد غيرها يا جد. دي شؤم يا ضناي. ليلة فرحها عيلة عريسها اتقتلوا. اتجوزها ليلة واحدة وان شاء الله اموت بعدها ما عنديش مشكل. بعد الشر عليك يا ضناي. ما تقولش كده. ده انا لو حطيتها في دماغي تجيلك راجعه. سرك باتع يا جدة. بس انت برضو ما قلتليش انت كنت رايحه لها ليه. هشامشي. بس عن طريق عمار. كنت فين يا عطية؟ فين؟ ولو فردت منك هقتلك. فقتلني واخلص. هيحصل يا عطية. هريحك على الآخر. بس مش بإيدي. بإيد سيدك همام. مش أنا اللي هموتك. تسلم يدك يا عمار. تسلم من كل الرضي يا همام. أنا ظهرك يا سيدنا. عارف يا عمار؟ أنا عمري في حياتي ما وثقت في مخلوق. إنما الواد جابر غلوبة ملوش في الخيانة. ولو عرف إن خدت البت صباح حبيبته مش هيفكر يقتلني؟ قبل ما يفكر فيها أدفنه مكانه. طب وإنت يا عمار؟ أنا إيه يا كبير؟ لو فكرت مين يحميني منك؟ ولو عفكر فيها يا همام ده انا فديك بروحي. طيب
هات لي عطيه. عطيه وعكاشه؟ لا عطيه بس. اللي تؤمر بيه يا ريس. طب هجيبه دلوقتي ولا لما تصحى من النوم؟ لا بكره، بكره اما اصحى. ألف سلامة عليك يا صباح. ألف سلامة عليك يا بنتي. الله يسلمك. ايه ده؟ ولا شوقي؟ ايه يا ولا؟ خد يا ولا شوقي. في ايه يا ولا؟ بتيجي وجدا ليه؟ عايز ايه؟ بقى يمنى اتسرقت وابويا دخل السريبة لقاها فاضية. طب ساكت. مات يا ولا. ان شاء الله يا رب يكون مات. يا رب. تعالي يا بنتي، تعالي 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 يا حبيبتي. يا رب يموت وننضف منه. ان شاء الله هنموت. ايه يا عطيه؟ ايه اخر خدمه الغز علقه ولا ايه؟ بطل زغد يا اخي، ده انت مش مهنين على تغفيله. كنت عايز تنام وانت الموت ورا حضنك. مش هقعد استنى الموت انا. خليه يجي ياخدني وحنا يمين. وبطل زغد. هم يا غراب، جاي تاخدنا عشان تقتلنا يا عمار؟ انا مش هستنى اخدك عشان اقتلك. انا لما اخد الامر بقتلك هموتك في مكانك. وماله؟ وانا لو مكانك هعمل كده برضه. اخرس انت دلوقتي، هتفز تروح لسيدك. سيدي همام هو اللي هيقتلني؟ اهو سيدي وابن سيدي، ما استعيبهاش. أنا مش عايز دينا كمان. لما يعوزك هيشيعلك. يلا فز معايا، كلم سيدك همام. واحنا هنفضل نتسلى كده لغايه لما يطلع لنا ديل. لو انت الصادق هتفضل تتساق كده لحد ما تطلع روحك. وانت هتفضل كده لغايه لما يطلع لك قرنين وتبقى خروف. عطيه هو يا ريس زي ما امرت. روح انت يا عمار وسيبهولي. السماحه سيدهم. اقف يا عطيه. روح انت يا عمار. ما ينفعش اسيبه لوحده معك يا ريس. تلاشى عليا من عطيه. انا سيد الناس، وبرغم كل اللي حصل انا محسوبك برضه. انا عارف انت اكتر واحد من رجالتي مش ممكن تخون، بس ودني تسخن بكلمتين. انا يا سيدنا، انا ما رحتش لشاكر بيه عشان اخونك لا سمح الله. كل الحكايه انها نشفت معانا قوي انا والرجاله من ساعه ما اتكرشنا من هنا. فلما بعت لي شاكر معكشه في مصلحه، انا كنت بعملها بس لاجل ما ناكل ونشرب انا والرجاله، لكن ما كنتش اعرف ان المسدس ده يخصك ولا حتى له علاقه بقتل الكبير. يا سلام، انت هتنوري بيتك يا صباح. بيتك بس ده انت هتنوري الدنيا بحلحك.
الحمد لله على السلامة يا صباح. الله يسلمك يا شيخ حسنين، الله يخليك. دمك بيجي في عروقهم. والله والله يا شيخ، دنيا بيها على راسي أنا من فوق. استغفر الله العظيم، ما تقولش كده عنك. عنك يا صباح. تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يخليك ويكرمك يا رب. اتفضلي. خش يا صباح على مهلك، على مهلك يا بنت. اتفضل يا عم الشيخ، أهلا وسهلا، اتفضل. بسم الله. تشكر يا شيخ حسنين وتعيش على كل جمال. لا ما تقوليش كده، ده واجب، وبعدين انت غاليه على الكل، والكل لازم يحطك في عينيه. يا سلام، ذوق ولسانك بينقع شهد مكرر. طب بالاذن انا بقى هروح اريح جوه شويه، انت مش غريب، البيت بيت. اه طبعا، اتفضلي. اتفضل يا عم شيخ، انا وصلي عشان همسح الدم، دم ياما على الارض. اتفضل. لا انا لازم امشي بقى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يعني الراجل يتبرع لي بدمه بالليل، تقوم انت تديني وش خشن دلوقتي؟ ولا وش خشن ولا حاجة، أنا بس تعبانة أوي. أنت يلزمك فرخة وفول الصوبة تجيبهم، أنا هروح أشتريهم وأعملهم. بقول لك. نعم. خد. إن شاء الله هتبقي كويسة يا صباح، إن شاء الله. متخافيش، ها؟ متخافيش. أنا بس مش عايزة أتعبك معايا. تعبيني؟ أنا هتعب. كنت تعبك راح يا صباح. بنت هتبقي كويسة، ها؟ خذي بالك من نفسك. ضحكوا عليك يا عطية، ضحكوا عليك وقالوا لك ان انا مش مالي مركزي. العفو كبرنا، العفو العفو. جاد برضو اتقطع. ايه قتلوه؟ جبته جنبي ولحقته قبل ما يتقتل، عشان كان ناوي يلعب من ورايا. طب الحمد لله، أصل عكاشة قال إن في حد حاول يقتل جاد وسناية بس ما يعرفش هو مين، وبعد كده جاد اختفى من المستشفى ومحدش عارف له مطرح. عندي في أمانتي، ومضايفه عندك في أوضتك اللي هنا، وجايب له اللي يعالجه بعيد عن عين عكاشة وجابر. ليه؟ هو عكاشة وجابر هم اللي عايزين يقتلوه؟ هنتأكد، أهم حاجة يقوم لنا بالسلامة. هو من ريحة المرحوم برضه. طول عمرك كبير يا ريس، وما فرطش في رجالتي ابدا، حتى ولو عصوني. اللي يعصى يتربى، لكن اللي يخون يتقتل. محدش يقدر يا كبير. قدر يا عطية، اللي قتل جد واحد مننا. قول لي هو مين وانا اجيب لك خبره. مش وقت دلوقتي. بتؤمر بيه يا كبيرنا، وانا من السعاده تحت طوعك انا والرجاله. بالهنا والشفا، مطرح ما يسوي يمري. تسلم وتعيش، تعبتك معايا. تعبك راحه يا صباح، ده انت بنتي. سامحيني يا صباح اذا كان بضرب مني شيء كده ولا كده في السابق، كانت قله اصل وخسه مني. حتى صباح اول ما شفت دمك فاز كنت هتجنن، قالوا لي همام قتل، كنت عايز اجيب طوفه. بنتي حبيبتي من عيني بتروح مني يا ناس. والله العظيم يا صباح هو ده اللي جه في دماغي ساعتها، مصدقاني؟ مصدقاك يا بعصو. حاولت تسد حيلك عشان تقومي وتنقلي فيا زي زمان، ها؟ بقول لا نعم. أنا عايز أحكي لك على حاجة. احكي احكي وفضل يا بنتي، احكي. بس حاجة سر. سر سر، احكي. همام. همام؟ ماله في همام؟
راجلي. حضرتك يعني ايه مش فاهم؟ يعني زي جوزي كده. زي جوزي يعني ايه؟ سافروا والله يا ابله نوار. سافروا ازاي؟ معرفش، الصبح بدري شفتهم نازلين بشنط سفر كبيره، وسمعتهم بيقولوا ان هم هيقعدوا في القصر في البندر شويه. طيب متشكره يا عم عبدو. العفو. شفتي؟ اكيد ليهم اسبابهم. انت لسه هتدافع عنهم؟ مش عارفه، انا اسفه، بس لو كنتوا دخلتوا كلكم امبارح واهل البلد كلهم ما كانش هيحصل خير ابدا. يلا مشكله، بس انا لازم اعرف ايه السبب اللي خلاهم يسافروا فجاه كده. السبب؟ السبب ان شاكر مش عايز يتواجه. السبب ان المسدس اللي بعت يسرقه من دار صلاح ده جد مديهوله هديه، وهو اداه لعلي عشان يقتل جد بيه. انا مش مصدقه. بعد كل اللي حصل مش مصدقه؟ قصدي مش مستوعبه. الناس دي انا عارفاها كويس جدا، يعتبر انا متربيه معاهم. مش عارفه ازاي عمي شاكر ممكن يتورط في جريمه قتل. يلا اللي حصل حصل. وهتعمل ايه؟ العمل عمل ربنا، بس انا مصممه اعرف اسبابهم. هتعرفي ازاي؟ هتسافري لهم البندر؟ هسافر لهم البندر، مش صعبه يعني. يبقى رجلي على رجلك. لا انا هسافر انا وبابا. برضه هسافر معكم، مش هسيبك لوحدك. انت عاوز مني ايه يا همام؟ شايفاني عايز ايه؟ لا على فكره انا ملاحظه كل حاجه. كل حاجه؟ كل حاجه؟ ايوه كل حاجه. عاوز مني ايه بقى؟ انا عايز اتجوزك. على طول كده؟ من غير اي مقدمات؟ حياتي كلها كانت مقدمات للوقفه اللي احنا واقفينها دي. انا ما بعرفش الف ولا دور. طب وانت متخيل ردي عليك هيكون ايه؟ مش عايز منك اي رد دلوقتي. بس انا عندي رد. مش عايز اسمعه، عايزك تفكري. طب مش على الاقل نشاور الكبار؟ في دي عندك حق، هشور ابويا. كده يبقى مش هينفع تيجي معايا البندر. دي غير دي، أنا هسافر معكوا عشان أفهم. أنا كمان في حساب بيني وبين شاكر لازم أفهمه. دي بقى محتاجة تفكير. فكري براحتك، أنا مستني ردك. ردي على إيه بالظبط؟ على إننا هنروح البندر سوا. وما يعنيهاش ليه؟ ما يعنيهاش ليه؟ ليه؟ هو إحنا إيه؟ احنا قليلين في البلد دي يعني، ولا كنا يعني قليلين؟ من ناحية قليلين فاحنا اقل الناس فيها، بلاش نضحك على نفسينا. يا خايف لا تكون حنيتي في عينيه يومين وبعدين كده يشيلني. لا اطمن، خوفوا عليا ولهفته لاروح منه وانا مشقوقة طمنت بيحبني. طالما بيحبني مش فعال يقولها ليه قدام الناس؟ ليه؟ ليه؟ وانا مش زعلانه، مش هقف عندها. انا البنت بتاعت الشارع اللي لما كبير البلد يحبها ويراعيها مش هسهل بقى عالينها ولا خفيها. انا ما كنتش احلم بكده اساسا. بلاش طمع. هو السطر غالي قوي كده اللي زينا، واحنا غلابة قوي كده، غلابة قوي كده. ايوه واكتر من كده، ده احنا مش لاقيين اللقطة. ده احنا كنا ساكنين في بيت خشب ومفارق، لا بيمنع برد الشتاء ولا صهد الصيف، واللي عايز يبص عليا كان بيبص. ده احنا فرجة للخلايق، ولما يجيلي الستر وبأي تمن مش هعترض، لأني ماليش تمن
وماليش ان اعترض. حولي حولي حولي. ما تقولش، خلي الكلام ده سر بيني وبين. ما تعيطش بقى ورحمة أمي. ما تعيط يا عصفور ورحمة أمي. بقولها أنا ما غلطتش، أنا مرهوناله، يعني كأني متجوزاه. ولا أنا عياري فلت ولا هيفلت ولا دورتش على حل شعر. أنا رضيت بإسمتي وهو الحمد لله بقى عندنا بيت وقهوة بالطوب وراجل كل البلد تتمنى منه كلمة. صباح، انت بتحبيه صباح؟ حب اللي زينا ما يعرفش الكلمة دي يا عصفور. اللي جاع واتعرى واتظلم ما يعرفش يعني ايه حب أساسا. اللي زينا يمشي ورا اللي يشبعه، اللي يقويه، اللي يسنده ويجيب له حق، مش اللي يسمعه كلمتين حلوين. الكلام الحلو يا عصفور لا بيشبع جعان ولا بيغطي عريان ولا بيجيب حق مظلوم. عندك حق، عندك حق في كل اللي قلتيه صراحة. عندك حق يا بنتي. بابوك يا صباح، بابوك يا صباح، بابوك يا بنتي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استغفر الله العظيم، لا إله إلا الله. عظما يا شيخنا. تقبل الله يا عصفور. أنا كنت قاعد هنا مستنيك لحد ما تخلص. خير، أمرني. أنا كنت عايز حضرتك يعني في موضوع كده يعني يخص أخوك همام وبنت صباح، وقلت يعني أتكلم معاك في إيه؟ لأنه محدش هيعرف يبك فيه إلا أنت. موضوع إيه؟ بص يا شيخني، هظهظ على الجد والجد هظهظ عليه. إحنا نعم ناس غلابة وعلى قد حالنا، لكن كرامتني وشرفني ما اتقلش بالمال. الله، ما توضح كلامك يا عصفور، قول انت عايز ايه؟ انت يا شيخنا راجل طيب وما ترضاش بالحرمانيه ابدا. اخوك همام مرافق بنت صباح. مرافقها؟ مرافقها ازاي؟ إيه؟ لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. رفيق، تعالى على ذنبك. ايه ده؟ ايه ده؟ الدنيا جرى فيها ايه؟ انا هقول لك يا كلمه تتنفع كده ولا كده، والكلام ده فيه عقد وشرع. ودي دي يا كنت بالذات، يعني عارف انت وهبتك. اخلص 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 يا عصفور. ايه؟ بص يا شيخي، اخوك حمام اتجوز بنت صباح من غير لا مأذون ولا مهر ولا فرح ولا عجبت لها حاجه. ده يبقى جواز، ده يبقى زنا والعياذ بالله.